بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية تعديل خصائص الملف الصوتي في واجهة ملتي بيست. أولا نقوم بإدراج ملف صوتي، ولمعرفة خصائص هذا الملف الصوتي نذهب إلى قائمة فنتر، ثم نختار الأمر بروبريتي، فتظهر لنا هنا مجموعة من المعلومات والخصائص لهذا الملف الصوتي. بالنسبة للتوقيت يبدأ من الصفر والنهاية في 3 دقائق و11 ثانية، وبالنسبة للمدة الزمنية الكاملة للملف الصوتي هي كذلك 3 دقائق و11 ثانية و346 جزءا من الثانية. بالنسبة للون الملف الصوتي كما يظهر هنا فهو باللون الأصفر، يعني هذه الموجات الصوتية لونها أصفر. يمكننا أن نغير من اللون بالضغط على هذا المربع، ثم نختار يعني لونا للملف الصوتي كما تلاحظون. مثلا نختار هذا اللون مثلا. وبالنسبة لهذه الأيقونة فهي تشير إلى حجم الصوت، يمكننا أن نقوم برفع حجم الصوت أو خفض حجم الصوت بالنسبة لهذا الملف الصوتي. بالنسبة لهذا الخيار verrouiller dans le temps فهو يعني بأننا نستطيع قفل هذا الملف الصوتي بحيث لا يمكننا أن نزيحه بالنسبة للزمن، يعني يبقى دائما في الزمن ما بين 0 و3 دقائق و11 ثانية، يعني لا نستطيع أن نقوم بإزاحته هكذا أفقيا. يعني إذا قمنا بتفعيل هذا الخيار فلا يمكننا أن نقوم بإزاحة هذا الملف الصوتي يمينا أو يسارا، بل يبقى دائما في هذا المجال محصور بين 0 ثانية و3 دقائق و11 ثانية، بمعنى أننا نستطيع أن نقوم بإزاحته عموديا لكن لا يمكننا أن نزيحه هنا أفقيا. بالنسبة لهذا الخيار بوكل بالضغط عليه تظهر لنا هذه الأيقونة، وهذا يعني بأن الملف الصوتي يقرأ يعني مرات متكررة. وبالنسبة للأيقونة الثالثة وهي تعني سيلونس، يعني نقوم بكتم الصوت لهذا الملف الصوتي. بالنسبة لهذه الأسطر فهي تشير إلى المعلومات العامة للملف الصوتي كاسم الملف الصوتي والصيغة التي سجل بها الملف الصوتي، وكذلك المدة الزمنية الكاملة للملف الصوتي، والمسار الذي يحفظ فيه الملف الصوتي. إذا قمنا بالتعرف على خصائص الملف الصوتي. نكتفي بهذا القدر وإلى درس لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.